عندك مجموعة من الصحون، كل مطلوب منكم انك تكتبون اشياء سلبية على الصحون وبس ترمونها. اوف تبريد طاقة سلبية. تمام؟ راحة نفسية. ياه يلا ابى اكتب كلام وابى اكسر وابى اخلط على قول فادي بدي فش خلقي. راح اعطيكم مثال. يلا. راح اكتب على الصحن اي شيء سلبي زي مثلا التنمر. تمام؟ وبس اني ارمي. يا صوت هذا تكسير الصحون انا جوي صراحة، احب التخريب. ففيني كذا فيني اكسر الصحون قد ما اقدر. في جرب؟ في اكيد. في كثير قصص عبالي فش خلقي فيها وعبالي كسر الدنيا. كتبت أول شيء بيزعجني اللي هو التعليقات السلبية. التعليقات السلبية. من أول ما فتت على البرنامج لهلا في كثير تعليقات سلبية بقريها وبتضايقني. ما بحبهم أبداً وبدي أخلص منهم. فكتبتهم فقشتهم للصحن. أنا كتبت ماضي. أوف. أعتقد أنا الحين أكثر سعيد في حياتي، بس ماضي لا. مش عشت يعني حياة سعيدة. ذكرني بأنه الشخص اللي يتعلق في ماضي بزيادة ما يقدر يكمل حياته، بيقعد عالق في منطقة معينة والناس اللي حوله بيتقدموا وبيطلعوا وراهم وبيلاقوه في نفس مكان. الاستهتار شيء مرة سيء وأنا أكره في كل الناس اللي أعرفهم أو ما أعرفهم، لأنه الشخص المستهتر يضر نفسه ويضر غيره بدون ما يكون حاسب حساب لأي حاجة بيعملها. شو ايش كاتب؟ عزيز مامي. عزيز مامي؟ هيدا لأنه منه معنا، لو كان معنا ما كان استرجع يكتبها. يلا روح. الكل يعني قام يكتب تنمر تعليقات سلبية، قلت أنا أجيب عزيز مامي وأكسره. فكرة يعني من باب الأفكار بس لا أكثر ولا أقل. ارميها. كتبت عزيز مامي لأنه أكثر شخص يعني بيدربني دائما، فقلت أكسر اليوم. طيب بدي أكتب زينب حسن. زينب حسن لأنها مزعجة ودائماً بتنشز فكسرناها. ما عليه، أنت حطيت البيست فريند حقك ومشيت لك، بس زينب حسن خط أحمر يا أستاذ. بدي أكتب الفراق. مش حلو نفترق من بعد البرنامج، بس هذا شيء بيزعل، بس لازم نكسر. صح يا فادي، مو وقت النكد، جايين ننبسط هنا. الفراق قلنا بنتفارق بعد أسبوع أو أسبوعين، مو وقتك يا فادي. أوكي معاك. انتقام فادي كان بينا كلنا. أي استلم فادي، عمل عليك حزب. أها كذا يعني نظامكم، أنتوا تبون تعندون. أوكي شو بس أنت بتقول زينب حسن وعزيز مامي، يعني بيستاهل سالم لأنه كتب اسم زينب وعزيز لي ما خصهم. جوكم جو أطفال كذا، خلاص أحط اسمي معاكم وأكسر، أعطيكم على قد جوكم. والله سالم كتب معانا. سالم شوف. سالم. سالم جوي. طب ليك ليك؟ اسمعش بس اسمعش. ولا عايزكم تصيب الخشب؟ واحد. أوكي كبة. ريح شوي. بس هي بعد في حدا. مين؟ لا إله إلا الله. يلا. الحمد لله خلصنا كل الطاقة السلبية اللي فينا، نحاول ندور طاقة إيجابية دحين وجاهزين لأي حاجة قدام. اللي يجي من الله حياه الله. لا 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 لا. الحمد لله كان نهار جميل وانبسطنا وارتحنا. ان شاء الله نكررها فيما بعد. خذلك يا ولد. لا 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 لا. تفضل. كسرت. مع السلامة. بس جوري وين؟ ما عرفت.